دائما نتحدث عن نفس الحديقة، دائما نتحدث عن حديقة 16 ماي، الوجه الآخر للعاصمة الاقتصادية، خصوصا من بعد منتصف الليل. داكشي اللي كيوقع هنايا راه خطير بزاف. مجموعة من السلوكيات، مجموعة من السلوكات، أعمال سرقة، متشابهين بالنساء. واو 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 واو. أنا غندخل، أنا غادي ندخل ونوريكم داكشي اللي واقع. أنا غادي ندخل، أنا غادي ندخل. ها هما، ها انتوما شوفوا. شوف شوف هادو متخباو وسط الشجر. شوفوا معنا داك يشطح. شوفوا هادو مخبين وسط الشجر. شوفوا معنا هذا، ها هو ما كاينش في هذا العالم، هذا مبوق كيشطح. والله تنوري لكم كيشطح بالله. يلا شوفوا معنا. تكلموا شوفوا يلا، كل شيء مبوق داخل الحديقة. شفارة على الجهد، راه ما يمكنش داكشي اللي واقع هنا. شوف 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 راه ما يمكنش داكشي اللي واقع هنا. شوفوا معنا كيفاش كيتعطاو الاقراص وكيتعطاو المادة السيليسيون. شوفوا معنا هاد الشخص هذا في حالة غير طبيعية وكيشطح. نجيبو واحد الجولة، نقصو شوية ديال الزوم ونشوفو معنا هادشي اللي واقع داخل هاد الحديقة. هادي راه خطير وخطير بزاف والله القاسم، وصعيب لها انك تدخل راسك. والله القاسم الا صعيب انك باش تدخل راسك، يعني شويه كاينه شويه ديال الريسك، كاين شويه ديال الريسك، كاين شويه ديال الريسك، ماشي شويه، بزاف ديال الريسك. ولكن حنا باش نقلوا لكم الصوره والخبر خصنا نزودوكم، ماشي غير نتكلموا من فراء، ولكن خصنا نوريوكم بالملموس اشنو اللي واقع هنا. يلا شوف، يلا شوف هاما. قدوا معاهم باش يبانوا. هاهم شوف شتوهم، شتوهم ولا ما شتوهمش؟ ركت لكم الوجه الاخر العاصمة الاقتصادية هو هاد المنطقة هاد، خصوصا من بعد منتصف الليل. اللي واقع هنايا هادي اخطر حديقة هنا بوسط العاصمة الاقتصادية ولا في وسط المدينة. شوف 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 بنادم كاوا، بنادم كاوا، بنادم كاوا. شوف معنا هما كيف تخو عين بين، وكيتعاطاو المخدرات عين بين، والسيليسيون عين بين. هما الشوم، هما وحدين اخرين ممتكين على الشجر، كاين اللي متكي. انا غادي نقص الزوم وغادي ندوز من حداهم.
شوفوا هذا تا هو بقى شافير كلشي مبوق في هاد الجرده هادي والله القسم كلشي ميت كلشي مغيب اللي كيمارس الرذيله ولا الفساد مع صاحبته اللي كيتعاطى المخدرات اللي نري ميمكنش والله ميمكن عالم اخر دابا انا كنت هنايا في هاد الحديقه هادي كنت في عالم دابا فاش خرجت هنايا وليت في عالم اخر والله القسم شوفوا الرعب 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 بهاد المعنى والله ما اي واحد يقدر يدخل هنا عالم في هاد الحديقه عالم وهنا هي عالم ثاني هذاك الشيء هاد الحديقه دي خارج كوكب الكره الارضيه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مش الكرام يعني كيف ما تبعتوا معنا وشتوا معنا والصوره امامكم وانتم تحكموا مش الكرام غادي نداكم على منطقكم في بث مباشر اخر ان شاء الله الى اللقاء وغنختم الى قوى الهم راه كيضحك شكرا لكم على شكرا على حسن التتبع